القبض على إرهابيين متورطين بالهجوم على مطار الضلوعية وتفجير المفخخات في صلاح الدين، ومواطنون يؤكدون انسحاب الشركات من سد مكحول. السودان يكسر 100 يوم من العزلة بخفض سعر صرف الدولار، ويستعد لمهمة شراكة مستدامة مع الإمارات، ويتجه لإعمار سهل نينوى وسنجار. تقارير تؤكد تخلي البيت السياسي الشيعي عن فيتو العلاقة مع أمريكا ونفط العقبة، والتوجه لاستنساخ تجربة النفط مقابل الغذاء مع إيران. لا خطر يهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومطالبات لمنع داعش من استغلال الزلزال لتهريب عناصره من سوريا إلى العراق.